كبير عاد سل. اهلا، غادي نسد زربان شويه. عندي هو كوميدي مغربي فنان كل الاجيال، خلى بصمه عند المغاربه كاملين، كيعرفوا الصغير والكبير في بلادنا. تلقب بعميد الكوميديا المغربيه وعرفناه بسميت عبد الرؤوف. ايه عبد الرؤوف، عبد الرحيم تونسي. خرجنا اليوم على ودو الشارع وسولنا المغاربه واش كتعرفوه ولا لا. السلام عليكم. لا، عبد الرحيم تونسي ما تنعرفوش، عبد الرؤوف تنعرف، ممثل معروف تونسي تنعرف، هادشي تنعرف. راجل مزيان، راجل فكاهي بزاف الحاجات فيه. عبد الرحيم تونسي ممثل مغربي وكوميدي مغربي مشهور وضحك الملايين من المغاربه، معروف بشخصيه عبد الرؤوف، كنموتوا عليه. عبد الرحيم تونسي رجل كوميديا، رجل فنان بامتياز، عطى الكثير خلال الثمانينيات، كنا كنتابعوه في الصغر ديالو، لكن الان ربما كنعرف ان الفنان القدير عبد الرحيم تونسي يعاني ظروف صعبه، ظروف مانيه ماديه وصحيه. وتنوجه رساله للناس المعنيين، مسؤول وزاره الثقافه، باش تقوم بالتفاته لهذا الرجل اللي ربما خصو يتكرم قبل احنا كاع في الموت واحده قبل ما يموت. ولا عبد الرحيم تونسي ما كنعرفوش. عبد الرؤوف كنعرفو، واحد الكوميدي مشهور اللي كيعجب الناس كاملين وكنتفرجوا فيه ديما وصافي. عبد الرحيم التونسي هو عبد الرؤوف، عبد الرؤوف فنان وعارم ومسرحي، وكان وما كان وخلق مكناس وبا تونسي ومو تونسي، وجاي المغرب جاي من مكناس ماشي بيضاوي، دا جا الدار البيضاء 55 ولا 56 جا الدار البيضاء، ودا المسرح ودا هكا. عبد الرحيم التونسي اول مدرسه في المغرب، تنظن انا على حسب اللي تنعرف انا، اول مدرسه في المغرب سمعناه قبل نسمعوه لا في الراديو ولا في التلفازه، يعني اول كوميدي تونسي تيقول عبد الرحيم التونسي. هو ماشي في داك الكوميديا اللي فاش تشوفو طبيعي، راه ماشي في الكوميديا اللي تتشوفو في التلفازه، تتشوفو طبيعي، راجل متواضع، تتلاقى هنا في البرنس وتتلاقى في اي بلاصه. عبد الرحيم التونسي هو عبد الرؤوف، مشهور بعبد الرؤوف، هادشي اللي كنعرف. فكاهي تقريبا، اول فكاهي اللي ضحك المغاربه واحد الفتره، كان معروف. دوماج هاد الساعه ما كيهتم به حتى واحد، قيل مؤخرا كان مريض. المهم كيستحق شي عنايه من عند الملك ولا من عند الناس مقربين موسيقيين يضامنوا معاه. نعم، عبد الرحيم التونسي كنعرفو، انسان مناضل ضحى ومثل مزيان، انسان المغرب كله كيعرفو، العالم العربي كله تقريبا كيعرفو. عبد الرحيم التونسي ما كنعرف، عبد الرؤوف كنعرف كوميدي. عبد الرحيم التونسي لا ما عرفتش. لا، عبد الرحيم التونسي ما تنعرفو، عبد الرؤوف تنعرفو، فنان كبير عبد الرحيم. هو فنان كبير ماشي شي واحد متراح، فهمتيني، كلشي فنان سيد كبير. بغيت غنعرف كيف ما شفنا الناس اغلبهم عارفوه بعبد الرؤوف. ونزيدكم معلومات عليه، هو من مواليد 1936، تشهر بالباس والفضفاض وبالمظهر الطفولي ديالو وحسه الهزلي، ومؤخرا كان تصاب بوحكه صحيه، ولكن الحمد لله ناض منها على خير، وكل توفيق كنتمنوه الفنان الكبير. فرحان انا بزاف حيت وليت في الجمعيه.